من خطر اللسان قول بعضهم وحياة الله أو قتلك الله، فما حكم ذلك؟ وحياة الله يعني أو قاتلك الله على حد تعبيره. هذا كلام في التفصيل، اللسان أخطأه كثيرة وغلاطه كثيرة، لكن وحياة الله ليس من أخطاء اللسان، أنا قسم بالله إذا قلت وحياة الله أو وعلم الله أو وعزة الله أو وقدرة الله، فهذا من الأيمان الشرعية، من الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي. أما قاتلك الله ولعنك الله وأخذلك الله هذا منكر، هذه من آفات اللسان نعوذ بالله. فذكر الله والحلف بأسمائه هذا ليس من آفات اللسان، بل هذا من فضائل اللسان وانفصاله الطيب، أن يذكر الله وأن يثني عليه وأن يشكره سبحانه، وهكذا الحلف به إن الحاجة الحلف يحلف به سبحانه. لكن من آفات اللسان الحلف بغير الله، هذا من آفاته، كان يقول والنبي والكعبة والأمانة شرف فلان حياة فلان وحياتك، هذا هو المنكر، هذا من آفات اللسان الحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر، والأفضل آخر فلا يحلف إلا بالله أو ليصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي قال كفر قال أشرك. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من جملة أنواع الكفر نسأل الله العافية، فالواجب الحذر من ذلك وأن لا تحلف إلا برب سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم نعم، حياة مثبتة والحي القيوم.